فريق الكمال يعمل الآن ببرنامج تدريب شاق، وذلك بفضل المدرب راضي الذي ظهر فجأة ويقول دائما بأن الفريق ضعيف، لذا فقد حضر عليهم قبول حلوى العيد. كانت هذه صدمة كبيرة للفريق. أمامنا أيام قليلة قبل المباراة الرسمية، هيا نبدأ التمرين. هيا. السيد راضي، كيف أنتم اليوم؟ نشيطون؟ سنبدأ تدريبا مكثف. اعتبارا من اليوم سأدربكم تدريبا شاملا، لذا عليكم أن تكونوا على استعداد تام. اتبعوني، هيا. استأجرت لكم صالة رياضية من صديقي، حيث سنجري تمرينا خاصا فيها. ماذا تقصد بالتمرين الخاص؟ سوف أقوم بتمرين أجسادكم الضعيفة هذه. إن كرة القدم لعبة قتالية، وأجسادكم يجب أن تكون قوية. حسنا، لنبدأ تدريبات الخاصة. هيا هيا، أنا جاهز. انتظام رائع. التالي. لا تكن ضعيفا، ارتطم بأقصى قوة. التالي. هل أنت بخير؟ يا له من تمرين سخيف، لا نريد أن نصبح ملاكمين محترفين. أنت إن لم تكن جادا سوف أخرجك من الفريق حالا. لا دعني، سأفعل ما تريد بالحال. حسنا، التالي. هيا. تتعبون بسرعة، خذوا هذه. إنها أثقال من الرصاص. ثبتوها حول الكاحل واقفزوا بالحبل 500 مرة. لقد انتهى أمري. لقد تعبنا. وأنا أيضا. ليس بعد، عودوا إلى التمرين. هيا انهضوا. مهلا.
نشيط بعد تدريباتي أمس. أنا نحسان جدا. أما أنا بقيت مستيقظا لوقت متأخر، سأعتذر عن التمرين المبكر لليوم. الجميع لديهم نفس الإحساس، يعتقد إذا تدربنا وأرهقنا فسوف نتحسن. ماذا يظننا؟ يا ليته يرحل لنرتاح قليلا. إلى متى سيبقى؟ ها؟ ها؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هناك شخص مختبئ. إنه المدرب. هل نسيتم الوقت؟ طلبت منكم الحضور إلى الملعب في السادسة، لقد تأخرتم. جرى. لابد أنني كنت أحلم. إنها السادسة الآن. سأخرج. صباح الخير. إنك نشيط بعد تدريبات الأمس. أنا رحصار جداً. أما أنا بقيت مستيقظاً لوقت متأخر، سأعتذر عن التمرين المبكر اليوم. الجميع لديهم نفس الإحساس. ماذا يعتقد إذا تدربنا وأرهقنا فسوف نتحسن؟ ماذا يظننا؟ كان حلمي تماما. يا ليته يرحل لنرتاح قليلا. إلى متى سيبقى؟ كلمة الحلم. ما الأمر؟ منذ اليوم تنقسمون إلى ثلاث مجموعات وتبدأون بتمهيد الطريق. ما الأمر؟ ماذا هناك؟ إنما تعبسون أشعر بميل شديد لزيادة التدريب عليكم. لا تنسوا وضع الأثقال، هل فهمتم؟ هيا. يا لها من أصوات غير سارة. لا تبطوا، ذلوا الجهد المطلوب. من أين جاء بهذه المداحل يا ترى؟ إلى متى سنسحب هذه المدحلة؟ حتى تبدأ أول حصة. ماذا؟ كل هذه المدة؟ هذا ليس عدلا. كيف سنسحب هذه المداحل الثقيلة بعد التمرين الصباحي الشاق؟ صحيح، ونحن لم نلمس الكرة، كيف يكون هذا تمرين كرة قدم؟ لا أدري كيف يفكر، أظن أن ذهن المدرب مشوش جدا. نعم نعم، وسيكون حالنا أفضل بدونه. لا أعتقد ذلك، أوامره صارمة بالتأكيد، لكن لديه آراءه الخاصة بصدد تقويتنا. أرى أنه محق بذلك. كابتن، لكن المباراة الرسمية قد اقترب موعدها، لا معنى لتدريباتنا دون استخدام الكرة. ماذا؟ هل يريد لنا الخسارة في المباراة؟ ربما. سنتوقف عن تسوية الأرض ابتداء من الغد. ما رأيكم أن نتنافس في جر المدحلة؟ ماذا؟ سباق لجر المدحلة؟ طبعاً، طالما لدينا منها ثلاث التنافس فيه متعة لا توصف. سباق تتابع بين المجموعات. سباق تتابع؟ نعم سباق تتابع، والفريق الفائز سيحصل على مناشف رياضية جميلة ومطرزة كهذه. أحب ذلك، أنا موافق. وأنا أيضاً. أحب الزخرفة، هيا بنا لنستعد للمنافسة. أنا موافق. إلى اللقاء في صفحة المدرسة. هيا يا سنادس، هيا يا قطط، هيا يا أنانس، هيا يا سنادس. لا يجوز تسميته بسباق العصر، إنه عبارة عن مسابقة لجر المدحلة. أي فريق سيفوز؟ سيستمر السباق أسبوعاً، وسوف يتلقى الفائزون مناشف رياضية من تطريز منال. أتمنى أن أحصل على واحدة. اتخذوا مواقعكم هيا. انطلقوا. كل الفرق بدأت بنفس الوقت. فريق الأرانب في المقدمة، ويتبعه السناجب والقطط في المؤخرة. أمور الأرانب جيدة، والمسافة تتسع فيما بينهما. يبدو أن فريق القطط مرهق. الدور التالي لزرزور أقوى لاعب في الفريق.
هيا يا عادل، هيا هيا. أمين وجلال يقودان الأرانب. مرحب الأرانب، مرحب. رائع رائع يا أمين. يجب أن تشجع سناجب يا نبال، هيا شجعيهم. لكنني أحب تشجيع أمين. هذا ليس عدلا، سأشجع أمين أنا أيضا. مرحل الأرانب، مرحل الأرانب. حاول بذل جهد أكبر يا جلال. إنني متعب. فريق السناجب يدرك الأرانب وقد يحتل المقدمة، ويحل فريق القطط بالمركز الأخير، لكنه يلحق بالفريقين. لا أحد يعلم أي فريق سيفوز، إنه تنافس رائع. لقد وصل إلى الهدف، القطط هم الرابحون، لقد سجلوا نقطة. زرزور يملك قوة هائلة حقا، يجب أن نفوز في المرة القادمة. لقد أحسنتم جميعا. المدرب، خصمكم القادم هو فريق التعاون. التعاون؟ أجل، ولذلك كونوا على استعداد. إنه فريق قوي جدا. ماذا تعني؟ كل لاعبيه من الوزن الثقيل ويدعون باسم الدبابات. ماذا؟ دبابات؟ يقولون إذا لعبت ضدهم فسوف تصاب بالتأكيد. لا أريد أن أصاب. كابتن، لن نلعب ضدهم. اصمت، لا تتذمروا، اسحبوا المداحل. وصلت بالوقت المناسب، لك مكالمة هاتفية من صديقك. فهمت، آسف. هل أستطيع تمديد إجازتي لأيام قليلة؟ ماذا؟ ألا يوجد وسيلة؟ لا، تعال غدا، فأنا في ورطة رجاء. حسنا، سأسافر غدا. المباراة ضد التعاون ستكون الأخيرة. بين الكمال والتعاون، جميع لاعبي التعاون كبار الأجسام. ماذا ستكون تكتيكات الكمال ضد فريق التعاون الذي يشتهر أفراده بضخامة الحجم والوزن؟ هل سيلعبون ضد فريقنا حقا؟ الأفضل أن يعودوا إلى بيوتهم. إنه لفريق جريء حقا. ضعوا كل جهدكم. انتظروا، لا تنسوا وضع الأثقال حول كواحلكم. سيد راضي، هذه مباراة حقيقية، لماذا نستخدمها إذن؟ اسكت أنت وافعل كما آمرك. أنا سأضرب أولا. لا يستطيع رامي التحكم بالكرة بسبب الأثقال على قدميه. ما هو هدف المدرب يا ترى من هذه الفكرة؟ هذا لعب أطفال، لكننا لا نستثني أحدا. هم قادمون، سأوقفهم. يقوم الأولاد ضخام الأجسام بمناوشة. تجنبوهم، رامي. هذا هو هجومنا الكاسع. سنسقط كل من يعترض طريقنا ونندفع نحو المرمى. اضرب الكرة. سجل فريق التعاون الهدف الأول. هذه حيلة قادمة، إنه ليس هدفا، إنكم مخادعون، مخادعون. لا تتذمر وقاتل بهدوء. معه حق، فكرة القدم لعبة تنافسية، وإن أردتم اللعب ضدنا فيجب أن تهاجموا بإصرار. يا للفضاعة، هل سننازل فريقا كهذا؟ هذه المباراة غير معقولة. أنت بطيء للغاية، دورك الآن في الهجوم، هيا استعد. حسنا، سنهاجم الآن، هل الجميع مستعدون؟ نعم. هل نستخدم نفس الاستراتيجية ثانية؟ أستطيع التكفل بهم وحدي.
لن تحصل على الكرة. ماذا ما تضمه أنت؟ يا لها من عرقلة عنيفة. تنحى جانبا، سأوقع كل من يعترض طريقي. اعترضه يا بسام. بسام هيا نعترضه معا. لا خيار أمام سوي النفاة. قم بالتغطية علي. حسنا هيا انطلق بها. الهدف الثاني سيأتي. تعاون سجل هدفا. هوني عليك سنشجعهم. سيد راضي رجاء داهم يزولون الأثقال، سيخسرون كل شيء أمام هذا الفريق الضخم. اسكت. بهذه الأثقال أصبح فريق الكمال أقوى، وهذا لصالحكم جميعا. انتبه للكرة يا هاني. إنها لي. هذا فظيع، كل لاعبي الكمال مرهقون وليسوا أندادا بخصمهم، لكنهم لا يستسلمون رغم أنهم في ورطة حقيقية. لقد صمد الفريق، لكن انتهى الشوط الأول بأربعة أهداف مقابل لا شيء. إنها نتيجة سيئة. هذه ليست كرة قدم. أظن من المستحسن أن نستسلم. كفى تذمرا، فكروا بطريقة لكسب المباراة. هذا مستحيل، كيف سنفوز ونحن نحمل هذه الأثقال بأقدامنا؟ أنا منسحب، ما عدت أحتمل. وأنا أيضا. تقصدون ذلك؟ إنما يواجه اللاعبون شيئا صعبا فإنهم يسرعون إلى بيوتهم. ها؟ فكروا بالمجهود واللعب أثناء التدريبات. تحملنا تمرينة السيد راد القاسية رغم أننا تذمرنا أحيانا. سنكون جبناء إذا توقفنا الآن، يجب أن نستمر. كابتن محق، لا يمكنكم التخلي عن المباراة بعدما بدأت، إن موقفكم هزيل جدا، لكن حالما تنتهون من هذه المباراة ستكونون أقوياء جدا، هل فهمتم؟ يتابع اللعب. أقدامنا ليست ثقيلة بسبب الأثقال فقط، بل لأنها تمطر. تمطر؟ نعم تمطر، والملعب موحل. فعلا إن رامي معه حق، لن يهزم الفريق بسبب المطر أو بسبب لعب خشن، يجب أن تكون إرادتنا الأقوى وهكذا سنفوز. معك حق، لن ننسحب من المباراة. هيا بنا. مثل هذا الموقف لن تهزموا أبداً، عليكم أن تحافظوا على قوة إرادتكم الجماعية. المطر؟ أصبح الملعب موحداً. إذا كانت قدمي ثقيلة سأستخدم رأسي. مرر الكرة يا أسامة قبل أن تمتلئ قدمك بالوحل. موحد؟ إنني لا أرى شيئاً. هجوم الكمال أقوى في الشوط الثاني، إيقاع المباراة أصبح سريعاً أكثر. أمام رامي الفرصة لتسجيل هدف. خذ الكرة. ضرب الكرة حتى بعد ارتطام رأسه في الأرض. لقد فعلها. رامي، هل أنت بخير؟ هل سجلنا هدفاً؟ نعم، كل ما أردته منكم هو إرادة الفوز. انزعوا الأثقال، أنا فخور بكم. مستلزمات الفوز هي السرعة والقوة والإرادة القوية. انطلقوا يا فريق الكمال، سوف نعكس نتيجة المباراة. هيا هيا. لن تهاجمنا بسهولة. عادت الحيوية إلى فريق الكمال، اندفاع نحو المرمى. والآن إلى الهدف الخامس. حاصروهم. انتزع الكرة. القوة تصنع العبادية.
جيدا. وهذه من اجلك يا سيد راضي. ناول حان الوقت لهجوم الكاسع. انكم رائعون. الكرة مع الاولاد الثلاثة. لاعبو الكمال سيحققون الفوز. أعطهم هذه الرسالة يا دكتور. ماذا؟ إلى أين؟ إلى أين ستذهب؟ أين ستذهب يا سيد راضي؟ شكرا يا لاعبي الكمال، شكرا لالتزامكم بتمرين الشاق. خسرنا كل مباراة لعبناها حينما كنت صغيرا في مدرسة الكمال. دائما تعرضنا للسخرية وانسحب اللاعبون من الفريق واحدا تلو الآخر، وفي النهاية بقيت أنا وصديقي الذي مات. اضطررت لزيارة قبر صديقي، وبعد 15 عاما قمت بزيارة لمدرستي القديمة ورأيتكم تلعبون. ظننت أن الفريق لم يعد له وجود، لكنني وجدتكم وأردت أن أجعلكم أقوياء، وأنتم الآن أقوياء. لقد فزنا. لكن الوقت ينقضي، أردت أن أعلمكم أشياء كثيرة في وقت قصير، لذا كنت صارما معكم وقد صمتتم جميعا. نعم صمتتم جميعا. من الآن فصاعدا سيبقى فريق مدرسة الكمال مدعاة للفخر والاعتزاز. أي سفينة منها؟ كتب على الرسالة المرساة. هذه هي سفينة المرساة. هيا بنا لنذهب إلى الرصيف، سنلوح له بأيدينا. هيا لنذهب. أيها المدرب راضي. انتظر الكمال. سيد راضي. سيد راضي. انتظرنا. شكرا على كل شيء. ها الوداع يا لاعبي الكمال، سأذكركم دائما. الوداع يا لاعبي الكمال. يوما سأتي لزيارتكم. وداعا يا سيد راضي، سنبقى فريقا جيدا كما أردت. لقد بدأ دوري المدارس المحلي، هل سيشترك فريق الكمال في هذا الدوري؟ خاصة أن مدير المدرسة يعتبرهم فريقا فاشلا رغم التدريبات المكثفة التي حصلوا عليها ورغم فوزهم. مع من ستكون مباراتهم الأولى؟ ستعرفون ذلك في الحلقة القادمة من الهداف.